السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، طلبتوا مني فيديو لتخطي الاي كلاود مع تشغيل الشبكة لجميع الأجهزة للميد والجي اس ام. اليوم عندنا جهاز 6S بلس، هذا الجهاز ميد، هذا الجهاز عملنا فيه أكثر من فيديو على جميع الأدوات اللي عملتهم مجانية ومدفوعة في القناة، واليوم راح اشتغل على هذا الجهاز ونشغل الشبكة فيه بشكل كامل. الجهاز ميد زي ما حكيت لكم، وبدنا نبلش الخطوات خطوة بخطوة. يا ريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة، وإذا ما كنت عامل لايك اعمل لايك، ويلا نبلش. اول شيء يا جماعه، اول خطوه بدنا نعملها، بدنا نعمل جيل بريك للجهاز. نفتح اداه ويندرين جيل بريك اخر اصدار اللي هو اصدار 2.0، ومباشره بنشيل الصح عن يو اس بي دي كي. طبعا الجهاز عليه اي او اس 15.8، عشان اللي بيسال 15.8. ومباشرة بنيجي بنعمل بعد ما شلنا الصح بنعمل نيكست. هون الجهاز راح يدخل في وضع الريكفري مود. الخطوة الأولى تمت بنجاح. الخطوة الثانية، ندخل الجهاز في وضع الديفيو مود، وذلك عن طريق نضغط الباور مع الهوم مع الستارت. شو بنعمل؟ نيجي على كبسة الباور بنجهزها، نكبس ستارت ومباشرة بنكبس على الهوم. بعد 3 ثواني برفع ايدي عن الباور وبضل ضاغط على زر الهوم وبنتظر. هون الجهاز اول مرحلة بلش فيها، بلش يعمل بالجيل بريك. نخليه يخلص العملية بشكل كامل. ننتظر لتتم العملية. زي ما انتم شايفين بدأ الجهاز بعملية الجيل بريك. اي اداة بدكم اشرح عليها مباشرة ابعثوا لي اياها على الخاص، مواقع التواصل موجودة في لوحة اقدر اشرح لكم عليها بشكل كامل ان شاء الله. هنا اعطاني انه تمت العملية. كيف بدي اتأكد؟ بفتح ريو تولز على سبيل المثال، او الاداة اللي بدنا نشتغل عليها. انا فتحنا ريو تولز، خلينا نشوف على ريو تولز. اعطاني انه الجهاز عليه جيل بريك يس بشكل كامل. الخطوة الاولى تمت بنجاح. الخطوة الثانية بفتح اداة اي كي برايم. فتحت معي الأداة بالشكل ده. الآن باجي بنسخ السيريال نمبر وبفعل السيريال نمبر من موقع الأداة، أو بتتواصلوا مع أي شخص يفعل لكم إياه بشكل كامل. وبنعمل تفعيل. تمت عملية التفعيل بنجاح. الآن باجي على الأداة، بيعطيني هنا انه جيل بريكن تمام. باجي بضغط على ستارت، هو اختار لحاله انه الجهاز 6، هو هذا الخيار بدعم 6 وال6 اس والايفون اس اي. باجي بضغط ستارت والجهاز طبعا في وضع تشغيلي. بنتظر لتتم العملية. هون بيسحب ملفات الجهاز من الموقع نفسه. هون بيحكي لي انجوي يور ديفايس، انه تمت العملية بنجاح. خلينا ننتظر ليشتغل الجهاز ونشوف العملية تمت بنجاح واشتغلت معنا بشكل كامل.
يشتغل الجهاز. نفتح الجهاز، فعلا جاب الشبكة بشكل كامل. نيجي مثلا نضرب رقم، لنتأكد انه الشبكة بشكل كامل. ما زالت بجهز بالسيم الجهاز. نجرب كما مرة انه جابت شبكة هون. تمت العملية بنجاح. تمت العملية بنجاح بشكل كامل من اول محاولة. طبعا هاي اول تجربة إيه للأداة يا جماعة. يعني الأداة يعني بشكل كامل شغلت الجهاز بدون اي مشاكل، يعني اعطت من الجيلي بريك الجهاز فتح بشكل كامل مباشرة. هذا كان الفيديو لليوم، اراكم في فيديو قادم ان شاء الله. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، ولا تنسى الفيديوهات الموجودة لكل الادوات اللي شرحنا عنها مسبقا. زي ما انتم شايفين هون انا عملت لكم قائمة التشغيل، كل قائمة تشغيل لجهاز نشتغل عليه. عندك هنا الفيديوهات طبعا مشكله، هنا قائمه التشغيل اشتغلت عليها، قسمت لكم اياها كل اداه اي اس بي تولز فور يو كي حلبتك تي اف تي انلوك في 24 فيديو سام اف دبليو روم اف دبليو المجانيه الوين رين اللي هلا عملنا عليها جيل بريك، شرحت عليها هنا اربع فيديوهات للجيل بريك. عندك روم اف دبليو 007 رام ديسك، هاي الاداة كمان مجانية. الاي تي انلوك شرحنا عليها، الاداة ممتازة للناس اللي عندها يعني مشاكل في الاجهزة بالنسبة لل مش راضي يشتغل الاصدارات هاي الموجودة بالبرامج الثانية عندهم. اداة حفيدك مجانية بشكل كامل، بتدعم اغلب الاجهزة. Unlock Tools EFT GSM Adja، كل الأدوات هاي شرحناها بشكل كامل وعلى كل الأجهزة. يعني بتلاقي جهازك 6 بتلاقيه موجود 6S 7 7 Plus 6S Plus X، كل الأجهزة بحاول إني أشرحها بشكل كامل على الأدوات اللي بشتغل عليها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نراكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.